نعم أمل، يعني ما زلنا يعني نتابع فعاليات الحوار الشهري الأول للشباب، والذي هو نتيجة للمؤتمر الوطني للشباب الأول. يعني شاهدنا في الفترة السابقة تنفيذ وتفعيل للقرارات التي كانت صادرة عن المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ، والتي شاهدنا إطلاق دفعة من الشباب المحبوسين، وهناك دراسة أيضا للدفعة الثانية التي ربما يتم الإعلان عنها قريبا، وهناك دراسة لبعض الحالات بالفعل على أرض الواقع تجري الآن تمهيدا للإفراج عن هؤلاء الشباب. هناك إذن روح من التفاؤل ربما يمكن أن نتحدث عنها من خلال حديثنا مع بعض الشباب، وفكرة التواصل والاستمرارية وتفعيل القرارات على أرض الواقع. هناك روح إيجابية بين الشباب الذين تحدثنا عنهم ويحضرون هذا المؤتمر، وهم هناك أكثر من 1000 شاب وفتاة يشاركون في هذا المؤتمر، منهم 30% كما كنا نتحدث من الذين شاركوا في مؤتمر شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهناك 60% يشاركون لأول مرة في هذا المؤتمر. على الحال دعونا نتعرف على يعني كيف ينظر الشباب إلى هذا الأمر، أيضا ما مصير الدفعة الثانية من الشباب المحبوسين الذين سيتم الإفراج عنهم، مع الأستاذ محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مرحبا أستاذ محمد. صباح الخير. يعني اسمح لنا نبدأ من الشباب المحبوسين أولا، شهدنا الدفعة الأولى وإطلاق سراح 83 من الشباب، الآن الدفعة الثانية ما الذي تم حتى الآن في هذا الأمر؟ الدفعة الثانية احنا شغالين فيها، واعتقد قريبا جدا تكون القائمة الثانية اكتملت ويتم تسليمها هذا الأسبوع إلى مؤسسة الرئاسة تمهيدا لبدء إجراءات الإفراج عنهم إن شاء الله. الدفعة الثانية فيها شباب طلاب وشباب تم التأمن في قضايا تتعلق بالتظاهر وحرية الرأي والتعبير، وإن شاء الله يعني نتمكن من ان ندخل الفرحه في قلوب اسر مصريه يعني افتقدت ولادها خلال الفتره اللي فاتت. استاذ محمد، يعني هل ممكن ان نتحدث عن روح ايجابيه جديده للشباب مع يعني اهتمام القياده السياسيه بالشريحه العريضه من الشباب، وبالفعل يعني هناك متابعه وتنفيذ لقرارات مؤتمر شرم الشيخ في المرحله القادمه ان شاء الله؟ يمكن اقول لك انه هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الشهري يكاد يكون هو اهم ما يمكن البناء عليه لمد جسور التواصل ثقة بين الدولة وبين الشباب، وده أمر كان مطلوب جدا ومهم جدا إن احنا يعني نتعود عليه ويبقى أمر طبيعي مد جسور التواصل، لأنه المؤتمر اتطرح فيه كثير من النقاط. المؤتمر الأول، المؤتمر اللي كان في شرم الشيخ، اتطرح فيه كثير من النقاط، كثير من الموضوعات، كثير من الأفكار اتقالت. متابعة هذه التوصيات هو الجزء المهم من الصورة حتى لا يتحول إلى مجرد مؤتمر فيه وجهات نظر جيدة، دراسات محترمة، لكنها لا تجد تفعيل على أرض الواقع. المؤتمرات الشهرية هي اللي هتقوم بدور المتابعة والمناقشة وتشوف قد ايه التوصيات تم تنفيذها وماذا سيتم ترحيله للشهر القادم ثم الشهر القادم، الى ان تصل الى ان شاء الله المؤتمر الثاني اللي هو الكبير اللي يتعمل في عام 2017، تكون وصلت الى جدول اعمال مختلف، انت عندك توصيات كثيرة تم تنفيذها، وهو دي الطريقة المجدية من اجل التطوير والتحول الديمقراطي. طيب لو تحدثنا عن الشباب أنفسهم بقى في هذه المرحلة، ما هو دور الشباب؟ لأنت لك تجربة حزبية موجودة أيضا، هل ترى أن الشباب بالفعل يشارك في العملية السياسية بشكل جدي وحقيقي وله الفرصة الكاملة على المساهمة في هذا الأمر، أم ما زلنا يعني بعيدين بعض الشيء عن هذا الأمر؟ هنا لم أنضم الأحزاب، بس يعني خلينا أقول أنه مهم جدا أنه الشباب يكون عندهم رغبة في الاندماج في العملية السياسية والمشاركة السياسية المختلفة من خلال العمليات الانتخابية، سواء انتخابات البرلمان أو انتخابات المحليات اللي جاية أو انتخابات اتحادات الطلاب وما إلى ذلك. وأيضا مهم توفير الجو العام أو المناخ العام اللي يسمح بده، اللي هو استيعاب الرأي والرأي الآخر، المناقشة الفعالة. أنا في رأيي أن اللي حصل في شرم الشيخ كان نقطة تحول كبرى في مسار العملية السياسية في مصر، انك من اول السيد رئيس الجمهورية بيستمع وبيكتب ملاحظات الى الشباب، بيتحاور معاهم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الامانة، بيتخد قرارات نتيجة لتوصيات هؤلاء الشباب ويتم متابعة تنفيذها. هذا الجو العام يسمح بان عجلة العملية السياسية تدور. في تقديري اذا فضلنا مستمرين على هذا الطريق ان شاء الله هنحقق تحول ديمقراطي حقيقي، وده هيساهم في ان كثير من الشباب يكونوا اندمجوا في العملية السياسية. يا استاذ محمد، يمكن كنت في المؤتمر السابق في مؤتمر شرم الشيخ قلت ان هذه هي نقطة البداية ونبتدي من هذا
هذا المؤتمر. ماذا يجب أن تفعل القيادة السياسية أيضا في المرحلة المقبلة؟ هل الأمر يتوصل على تنظيم هذه المؤتمرات والتواصل والتفاعل معهم، أم يجب أن تكون هناك أيضا خطوات متوازية مع هذا الأمر من جانب الفئات الموجودة ومن داخل مؤسسات الدولة، من جانب منظمات المجتمع المدني، من جانب يعني مختلف الفئات الموجودة المشاركة في العملية السياسية داخل. هي الديمقراطية زي المكنة الكبيرة، كل حاجة ليها ترس جوه المكنة، الدولة ترس جوه المكنة، الشباب نفسهم ترس جوه المكنة، منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية، علشان التحول الديمقراطي يدور ويقدر ينقل مصر نقلة ديمقراطية حقيقية. ده أمر بالتأكيد احنا مدركين انه مش هيحصل بين يوم وليلة، لكن زي ما قلت في المؤتمر اللي فات انه البداية، واحنا طول الوقت عندنا مشكلة البدايات. يعني طبيعة مصر عموما من فترة طويلة جدا بتستعمل تعبير طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فكل مرة بنفضل عند نفس الخطوة. فأنا رأيي انه اذا كانت خطوة مؤتمر شرم الشيخ دي بداية، احنا عندنا المؤتمر الشهري دي خطوة بقى على الطريق، ما بقتش بداية. فاقدر اقول لك انه احنا مشينا في مشوار الالف ميل، يعني في خطوات بدأت تحصل على الارض. يمكن على الدولة في كتير من الامور انها تحصل، منها توفير التأهيل والتدريب للشباب، وده امر بيتم جاري العمل عليه لانشاء مؤسسة مسؤولة عن ملف التدريب والتأهيل للعملية السياسية، وده كان من توصيات مؤتمر شرم الشيخ اللي أطلقها السيد الرئيس. يمكن كمان مهم أنه مؤسسات الدولة زي البرلمان السلطة التشريعية تنتهي سريعا من قانون مفوضية الانتخابات وقانون الإدارة المحلية، علشان تجرى انتخابات المحليات، فيبقى في فرصة كبيرة أمام الشباب أنه يشارك في العملية السياسية بشكل إيجابي وأنه ينزل الانتخابات. فبكل تأكيد دي فرص هتبقى مهم للشباب أنه يقتنصها ويشترك فيها، علشان خاطر يقدر هو يطور من نفسه وفي نفس الوقت يطور العمليات الديمقراطيه. يعني فكره التاهيل يا استاذ محمد زي ما انت بتتحدث، يعني هي فكره مهمه، ويمكن كان في البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب وهذا الامر من هذه الخطوات. اما فكره تاهيل الشباب ودفع بهم في المناصب القياديه في المرحله المقبله، وده دماء جديده وافكار اخرى موجوده غير ما نشهده على الساحه الان. بالتاكيد هو مش المشكله في تقديري يعني انه توليه الشباب مناصب قياديه، قد ما هو ان تتحول الفكر العام للدوله الى فكر شاب. ما هو مش بالضروره السن هو العنصر الحاكم، المهم انه الشاب يكون في هذا المكان لانه بسبب كفاءته، لانه عنده حاجه يقدر يضيفها، مش لانه مجرد شاب. وعلشان كده بقول لك المهم هنا ان الشاب يشتغل على نفسه، يبقى عنده استعداد للتدريب والتاهيل، يبقى عنده استعداد انه ينزل انتخابات فيخالط جمهور فيتعلم منهم وياثر فيهم، ويبقى ده عنده فرصه لصياغه حلول واقعيه للمشاكل اللي مصر بتمر بيها. الأمور دي ما تجيش غير برغبة من الطرفين، برغبة من الشاب المشارك في العملية السياسية، ورغبة من الدولة لأنها تعتمد على طاقات الشباب من أجل أن البلد تتقدم. وفي رأيي إذا الاثنين موجودين، وأنا شايف ده، يعني هيبقى عندنا فرصة كبيرة جدا، خاصة أن 60% من المجتمع شاب. يعني احنا لو تحدثنا عن 60% من المجتمع الشاب، وهناك يعني مشاركه وهناك محاوله من القياده السياسيه لتنويع الشباب الذين يتم الالتقاء معهم، بدليل ان هناك معظم الشباب المشاركين في المؤتمر هم لم يشاركوا في هذا الامر. كيفيه التواصل ايضا والتفاعل مع الفئات الاخرى الموجوده الذين لم نتمكن ان نتواصل معهم ونتفاعل معهم، وتصحيح صوره ربما مغلوطه لدى الكثيرين وحاله من الاحباط وربما الياس ايضا لدى الكثيرين بفعل ما نشهده من بعض الازمات الموجوده على الساحه. ما هو خلينا يعني نواجه نفسنا بمنتهى الصراحه، نحن لسنا في الوضع الأمثل، يعني احنا فاهمين ده، ولا ديمقراطيا ولا اقتصاديا، احنا بنمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وديمقراطيا احنا دولة بتتحول ديمقراطيا، يعني لسه بتبتدئ التحول الديمقراطي، واحنا فاهمين ده. لا التحول الاقتصادي او الاصلاح الاقتصادي هيحصل بين يوم وليلة، ولا التحول الديمقراطي هيحصل بين يوم وليلة. طول الوقت بنقول ان المهم انك تبدأ البداية الصح في التحول الديمقراطي. إذا كان في مشكلة في غياب التواصل بين الدولة وبين الشباب، مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات الشهرية اللي هتغير كل مرة 30% من الشباب، هيبقى في شباب مختلفة عن اللي حضروا في المؤتمرات اللي فاتت، فده هيخلي الدولة على مدار العام تتواصل مع أكبر قدر ممكن من الشباب. أيضا موقع المؤتمر فاتح المجال لأنه أي حد عنده أفكار يقدمها من خلال الإنترنت. كل الأمور دي هتساهم في تحريك الحالة اللي حضرتك قلت عليها، اللي هي فيها لدى كتير من الشباب حالات من الإحباط، ده طبيعي جدا ومتفاهم جدا، لأنه حجم الآمال بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30 يونيو كان ضخم جدا، ثم واقع المشكلات كان أيضا ضخم جدا. فبالتأكيد في حالة من حالات الإحباط لدى قطاعات واسعة،
وان شاء الله نتوقع يعني انه مع هذا المسار انه يحدث تغيير في هذا الامر. رساله اخيره بقى توجهها للشباب استاذ محمد، يعني ايضا نظره تفاؤليه، المستقبل القادم هو افضل، علينا الصبر، علينا تحمل المسؤوليه ايضا، وعلينا المشاركه بفاعليه حتى لا نكون سلبيين في المرحله القادمه. انا كلمه مهمه لازم اقولها للشباب، انه اذا اردت الاصلاح واحنا مدركين قد ايه المشاكل اللي مصر فيها، فرصتك الرئيسيه في انتخابات المحليات، في انتخابات اتحادات الطلبه في الجامعه، لازم تتعود انك تشارك في العمليه السياسيه، وانه اذا في امر مش عاجبك لا تكتفي بانك تنتقد هذا الامر قد ما تكتفي بانك تشتبك معاه وتقدر تقدم له حلول، وده يجي من مشاركتك الانتخابيه الفعاله. انا بشكرك يا استاذ محمد عبد العزيز، عضو يعني لجنه العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ونحن اذا بانتظار انطلاق فعاليات المؤتمر التي اقتربت يعني كثيرا، ونحن ننتظر بالفعل في الدقائق القليله القادمه انطلاق فعاليات المؤتمر بمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي. محمد شعبان شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة، وهذا الرصد للأجواء العامة التي تسبق بدء فعاليات الحوار الشهري للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة، والآن مشاهدينا الكرام مع هذه